سفيان يتبنى رياضيا. سفيان، أتحدث هنا عن البطل العالمي سفيان البقالي في مبادرة إنسانية نبيلة تبنى رياضيا الطفل سفيان ابن دوار تينيست وسفيان مولع بالعدوي الريفي وهو من ضحايا الزلزال. محمد ناجيب أنجز الروبورتاج والمتابعة معك محمد إسرة. الطريق إلى دوار تينيست جامعة مقدال إقليم الحوز، دوار ما يزال يرتدي ثوب الحزن، لكن من رحم الحزن قد يولد الفرح. هي قصة طفل اسمه مصطفى فقد كل أفراد عائلته، لكنه لم يفقد الأمل في تشبثه بالحياة وأحلامه. وفي عيد ميلاده كان الخبر السار في انتظاره بعد مكالمة هاتفية بينه وبين العداء العالمي سفيان البقالي. بقالي الحمد لله كل شيء بخير، الله يعطيك الخير، الله يعطيكم الخير، الله يرحم والديك ان شاء الله، باش تقرا ان شاء الله وميم طون دير الرياضه ديالك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بكل فرح. مشات لي العائله ديالي في السلسال اللي كان هنا، مشى لي الاب ديالي والام وجوج خوتي صغار، انا اللي بقيت في الاسره. وتنشكروا الناس اللي جاوا عندنا من بعيد ومن قريب. واليوم العيد الميلاد ديالي داروا لي واحد المفاجاه، هضرت مع أبل فيديو مع البطل العالمي سفيان البقالي اللي عطاني واحد الخبر مفرح، وهو أنني غادي نتحق بواحد المركز ديال الألعاب القوى. وكان هذا هو كان الحلم ديالي انا، بما انني كندير هادشي ديال العدو الريفي. كنا جينا لدوار تينيسكت من بعد زلزال في اليوم الثالث، وتلاقينا مع واحد الوليد. هذا الوليد عنده 15 عام، فقد العائله ديالو كامله في الزلزال. وهذا الوليد كنا بقينا في تواصل معاه، وعرفنا انه كيبغي الاتليتيزم بزاف، وكيبغي وكان العيد ميلاد ديالو هاد اليومين، فقلنا علاش ما نديروش ليه ونحاولوا اننا نديروا غير شويه الفرحه في القلب ديالو، واخا هو يعني حتى حاجه ما تقدر تعوضه. عناق وتبادل للتهاني، تقاسم سكان القريه الصغيره الفرحه مع الطفل سفيان، فرحه اخرجتهم لبعض من الوقت من دوامه الحزن والحداد. هو عزيز عليه هادشي ديال الالعاب القوى، وعنده نيت نفسيه مزيانه لهاد المسائل هادو. والحمد لله كان فرحنا، جاب واحد الميداليه في واحد السباق، ميداليه ذهبيه. والحمد لله حتى هادشي دابا اللي جات لي، هاد المبادره اللي جات لي راه جات مبادره احسن مبادره، وفرحان بها حتى هو. فرحت بها بزاف الحمد لله، فرحنا به. راه كان مصطفى كان معكم، فرحنا به بزاف الحمد لله. مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة عندما تولد مبادرات إنسانية تنير طريق من وجدوا أنفسهم في موقف صعب لم يكن منتظرا، لكن هناك دائما أمل، وهناك دائما ما يستحق الحياة فوق هذه الأرض.